تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، ويعد هذا اليوم مناسبة لاستعراض الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة الفساد. بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أطلقت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حملتها التوعوية السنوية، والتي تأتي هذا العام تحت شعار الاتحاد مع الشباب ضد الفساد تشكيل نزاهة الغد. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتستهدف إشراك الشباب في بناء مستقبل يرتكز على المبادئ الأخلاقية. تعكس الحملة الوطنية هذا العام التزام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بتعزيز دور الشباب في مكافحة الفساد عبر أنشطة توعوية وورش عمل تستهدف إذكاء الوعي المجتمعي بأهمية النزاهة ومكافحة الفساد. طبعا تأتي مشاركة مملكة البحرين بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف للتاسع من ديسمبر من كل عام، بالتزامن مع احتفال جميع دول العالم المنضاوية تحت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتنتهز مملكة البحرين هذه الفرصة لإشراك المجتمع المدني بجميع فئاته في تعزيز النزاهة وبيان مدى أهميتها في المجتمع. لذلك يأتي شعار هذا العام بتوحيد مع الأمم المتحدة اللي هو تشكيل نزاهة الغد، و متحدون مع الشباب ضد الفساد، واللي هو يستهدف فئة الشباب عن سائر الفئات كونهم النواة الأساسية لتعزيز النزاهة في المجتمعات. وتشكيل نزاهة الغد أيضا لتشكيل مجتمع واعي بأهمية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للمستقبل. تكلم المعرض عن جرائم الفساد وكيف نحد من مخاطرها، وشلون نوجه المجتمع على الحد من مخاطرها وتوعية المجتمع للحد من هذه الجرائم. والجرائم جرائم الفساد منها الاختلاس، منها الاستغلال الوظيفي، جرائم المال العام والمال الخاص. وفي إطار الحملة تم تنظيم معرض توعوي بمجمع الأفنيوز يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية النزاهة والشفافية وتسليط الضوء على أبرز المبادرات والإنجازات في مكافحة الفساد، مع التركيز على دور الشباب في التصدي لهذه الظاهرة وترسيخ القيم الأخلاقية. جهود مبذولة تعكس التزام مملكة البحرين بتعزيز النزاهة والشفافية من خلال تضافر الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، بما يساهم في ترسيخ العدالة والمسؤولية لضمان مستقبل مشرق للجميع.